ça y est. واري في الدولة كيهضروا بها الطريقة وانك تخنضحك تخنضحك من البرنامج شي كلام تخنضحك هادو ملي كتمشي كتهضر بالمعقول الناس كتضحك هادو واش تشخيصي مثلا في السيتكوم وانا قلت شحال من مرة كنقول يا ربي ندخلوا لهاد السيتكوم يا ربي ان الناس المسؤولين ان تفهم ان السيتكوم خصو يكتبوا صحابو خصو يكتبوا دي سيناريست اللي هما ديال لا كوميدي ما تديرش في زبورت منهم الثقة هذوك اللي ما كيضربوش الطاسه والاخرين اللي ما عندهمش مع العيالات واللي ما كيتصنتوش لهم كيتصنتوش ولكن واحد الانسان فدائي انا تنموت على السينما يعني نقدر نهرب من شي حاجه التلفزيون ونمشي للسينما لا هي واحد القضيه الا هضرنا على السينما المغربيه امتى بانت يعني السينما المغربيه بداو الافلام شويه نسبيا كيتعرفوا في 2003
2007 بدا الفيلم كيدير الباز، بدا كنسمعوا الفيلم الكوميرسيال، الفيلم دوتور، الفيلم كذا. في 2009 بداو الافلام المغربيه وداو السينما المغربيه اللي كتحقق نسبه مشاهده هي الافلام المغربيه، ونطاو ندير لنا قاعه السينما. راه كيفرحني اللي كنسمع شي قاعه وسط بزاف، دابا ولات ميغرامه الحمد لله، الدار ديال طنجه تاعي. انا كلي من الفوق حتى لتحت تجارب، والدار شي الا ما مشيتوش تخدموا كاملين، ما بغيتوش تمشيو تخدموا كاع، غادي يوليو يدقوا عليكم في الصباح وكيلوحوا لكم الشويات ديال الفلوس. الوحيد اللي ما عرفتش نديرها هي الكرافات، ما تعرفش نديرها حيت ما تنعرفش نمشي اوفير، انا خليني نمشي طبيعي يعني، ما تنقدش على الكرافات. هذه يمكن لبستها شي مرات شي فيستيفال، ولكن الحمد لله ما كيبزوهاش عليا في فيستيفال تمراكش، الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. ومن هي بزوها عليك اوبليغاتوار غادي نغمق عليهم نديرهم، ولكن غندخلها نحيدها حيت ما تنقدرش عليها. The main to please. But he was real great when he had a girl to speak. For the queen, he was no wheeler dealer. Though she heard the things he'd done, she believed he was a holy dealer who would be her son. Ra ra Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Ra ra Rasputin. But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Enemies. The ladies beg, don't you try to do it, please. Without this rest.
هذيك اللي غتوقف معكم غتجي لكم رقم زورين، ولكن خصكم تعطيوها 300,000 فرنك حلاوه ديالها. واش وليدي ما عندكم في البلاد داك اللي سموه حشم؟ ولدك ان شاء الله غادي يجيك في هذا الويك اند، في 5 ديال الصباح ديال الويك اند انا غنجيب لك ولدك، ولو نضطر نوقف قدام البيت الابيض ونوقف وقف احتجاجي عريان حفيان ونقول نطلعوا لي ازرق العينين ولد هاد المراه وغادي نجيبوني في الويك اند. جيت واحد الوقت صغير انا كنت ندير المسرح وعشت مع ممثلين اللي هما سابقين وشفتهم وعرفت ان ملي تكثر من الحويجات وبنفس الشخصيه تتحرق نفسك، معروفه هذه القضيه، حتى الجمهور ما تيبقاش لما تيبقاش صاحبي كتولي كتعرف ان هاد 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 لي زوتي اللي عندها السيده كتلوحهم، عندي 7 البياسات ولا 8 كتلعب فيلم كتعاودها كتعاودها صافي داك التكرار. مازال واحد 10 سنين وتمشي بحالي، غير الاشكال اللي كاين هو مثلا ملي كتقول بالنسبة لي الشخصية ديال علي في أوركسترا بنينوي إلا هي حطيتيها مع شخصية مثلا من الشخصيات اللي لعبت بحال وشم ولا كتشوف هذا ما كتلقاش ما كايناش مقاربة، لأن يمكن تكويني كان التكوين ديال لي ريجيستر كوميك ديال لاسوسياسيون، هذا هو تكويني. أنا اللي قلت لكم مدرسة شنية هي مدرسة الواقع. عندي احساس تنقول حلمي نلعب فيلم اللي نقدر ندير فيه ما تكونته مع الناس اللي كانوا معنا في وسط دور الشباب وفي المعاد وداك الشيء، كان ديما عندي هذه الاحلام في الطريق لكابول. بعض المرات كيضحكني تيضحكوني الناس ملي كيتلاقاو معايا كيقول لي عزيز بغيت نسولك واش باقي كدير داك الشيء ديال النصب ديال الزيتار ديالك، كنضحك
واحد مرة قلت لها قلت لها موش دخلت لكم بالله عمركم شفتوا لي كنبيع الصابون. يعني الصدق في الأداء كيقدر مواطن الشعب المغربي أو الجمهور كما كان ملي كتكون أنت صادق يحس عنده هذا الإحساس بعينه أنك كتدير داك الشيء اللي كتقول. تمنوا انكم يعني كون ما نبقاوش نقولوا داك الشيء القديم ديال الدعم هذا. انا عارف بيبار وتكتبوا السينما فنمشيو كاملين ونقول لكم السلام عليكم.